children وهكذا. بعد كده ال process of cultural evolution بتبدأ إن هي توبريت. وفي الآخر خالص each trip spreads down into the central sugar lowlands between the two mountains. هو أنا كاتبة بالتفاصيل قوي عشان بس ما انساش حاجة أو كده، فلو في حاجة مش مفهومة ممكن حد يقول لي أشرح. تمام. طيب خلينا بس عشان انا لسه بادية اعمل ريكوردينج، فاحنا في البداية بنقول ايه، احنا بنتكلم على تشابتر 2 اللي هو بيدخل ابعاد جديدة في الموديل بتاعنا. احنا المحاضرة اللي فاتت ياسمين اتكلمت على البيز موديل او الموديل الاساسي، وقلنا ان احنا في كل تشابتر من التشابترز بتاعت الكتاب باخد نفس البيز موديل بس ببتدي اضيف عليه حاجة تانية، وبشوف ان انا لما بضيف عليه ده هيأثر معايا في الموديل ازاي. فالاضافات اللي احنا هنضيفها او اللي فيروز هتتكلم عنها النهارده هي السكشوال ريبرودكشن، انه النمل ده مش هيبقى مجرد ان هو اول ما يستهلك السكر اللي معاه كله ويحرقه كله فيبتدي يموت، لا، في سكشوال ريبرودكشن، وبالتالي هيبقى في نيو جينيريشن، والنيو جينيريشن هي انهيرت الخصائص او الجيناتيك كاركترستكس بتاعت البيرنتس. فهيبقى في اول اضافه المحاضره دي الجزء بتاع السكشوال ريبرودكشن، الاضافه الثانيه الجزء بتاع الكالتشرال ترانسميشن، يعني الاب والام لما هيبقى في اوف سبرينج او لما هيبقى في طفل، يعني بيبتدوا ينقلوا الكالتشرال كاركترستكس دي للطفل، وبالتالي هيبقى عندي ثقافات او هيبقى عندي مجموعات جوه الموديل، ما بقتش مجرد انديفيديوالز، هتبتدي تطلع لي فكره الجروبس او الكوميونيتيز، وايتش كوميونيتي هاز اتس اون كلتشر. فبالتالي هيخش لي بعد ثالث هو بعد الكومبات، امتى هيبتدي يحصل صراع. فالثلاث ابعاد دول هو اللي احنا هنبتدي نتكلم عنهم في المحاضره بتاعت النهارده، البعد الخاص بالسكشوال ريبرودكشن او الايفولوشن هيتم ازاي جوه الموديل لو دخلنا البعد ده، يعني البعد الثاني خاص بالكالتشرال ترانسميشن هيتم ازاي، وبالتالي فكره الايمرجنس اوف كالتشرال جروبس هيبقى ازاي، وبعد كده فكره الكومبات امتى بيحصل كومبات وايه الاستراتيجيز بتاعت الكومبات وده هياثر ازاي على البوبوليشن او المجتمع او سوسايتي الارتفيشال سوسايتي بتاعي بشكل عام. فانت كنت بتتكلمي دلوقتي على ان انا عندي small population of agents randomly distributed both in space and time in space and with respect to the genetic characteristics. ده نفس اللي اتكلمنا فيه الشابتر الاولاني اللي كانت ياسمين بتعرضه، بس هنبتدي نزود بقى شوية حاجات دلوقتي. زي ما قلنا اول حاجة هتتزود هي فكرة السكشوال interaction، انه هيبتدي في بعض الايجنتس يحصل لها تزاوج وبالتالي to produce offspring او تطلع لي children. يعني كملي بقى. تمام. بعد كده هبدأ بالسيكشوال ريبرودكشن. هو أصلا يعني بنسأل في بداية كل حاجة هنتكلم عنها، هنسأل زي سؤال عام كده، وبنحاول إن احنا يعني نحصل على الإجابة من خلال الحاجات اللي أنا هعرضها. أول حاجة هو بيقول can we develop an agent based demography to emerge from the local interaction of the individuals. الvariables هي الfertility rate which are treated as exogenous. دي اللي حضرتك كنت قلت عليها اللي هي العوامل الخارجية واللي هي ثابتة. بعد كده إن هي بتبقى fixed يعني coefficients في كثير من الdemographic models، وبتكون برضو highly heterogeneous غير متجانسة، وبتemerge as a result of agent-agent أو الagent مع الenvironment coupling. بعد كده بقى لما بتبدأ الـ fertility rates والـ population density begin to interact، احنا بنلاقي ان بيبقى في extinction events can arise without other outside agencies، يعني من غير حتى تدخل العوامل الخارجية. طبعا بعد كده extinction هنا مقصود بيه الانقراض، في فصيلة من الناس هتنقرض مع الوقت من غير تدخل عوامل خارجية، يعني السيستم منه فيه هيحافظ على ناس، لكن في ناس تانية هيبتدي يحصل لهم extinction أو إن هم ينقرضوا خالص تتنتهي population.
بس وان احنا ممكن نلاحظ ان natural selection over long times على مدى فترة زمنية طويلة. بعد كده بنتكلم عن الفيرتيليتي. اول حاجة عشان اصلا ان هو يكون عنده offspring لازم يعني بيحط مجموعة شروط، ان هو الايجنتس لازم اصلا يكون child bearing age، ولازم الchildren with no initial endowment of sugar would die. يعني لازم يكون عنده حد أدنى من الحاجات اللي هم هيمنحوها لي. بعد كده بيتطلب البيرنس إن هم يدوا الأطفال بتوعهم some initial endowment، ودي بتكون عبارة عن الصم بتاع contributions of mother and father that contributes an amount equal to one half of whatever his initial endowment had been. يعني هو لازم يدي الشيلدرن بتاعته نص الكمية اللي هو كان حاصل عليها وهو طفل، لو على حسب فهمي صح. ونفس النظام برضو للأم. بعد كده الايجنتس عشان يبقوا parents لازم يكون عندهم at least the amount of sugar with which they were gained at birth، نفس اللي احنا قلناها فوق. تمام. بعد كده بيحط مجموعة قواعد للسكس رول. select a neighbor agent at random. استني يا فيروز، ناخد بالنا هنا انه ياسمين لما عرضت في chapter 1 كانت بتتكلم على two rules، فاكرينهم هم ايه؟ two rules انا هو يلا يعني كنا بنتكلم على two basic rules، كنا بنتكلم على the movement rule لو تفتكروا، وبيتحرك ازاي واتجاهه والفيجن بتاعته. طبعا عنده characteristics او attributes، دي الجزء الخاص بالفيجن والجزء الخاص بالميتابوليزم. تمام، فهو عنده vision rate وعنده metabolism rate، لكن في rules اللي بتحكم البيهيفير بتاعه، عشان في فرق كبير قوي ما بين الاتريبيوتس وما بين الرولز، لان دي بيهيفير، ده اللي بيحكم، دي القواعد اللي بتحكم السلوك. فالرولز اللي بتحكم البيهيفير بتاعه هو انه في موفمنت رول، الرول اللي بتقول له يتحرك ازاي في الريت بتاعي، وفي حاجه ثانيه في ايه؟ في ياسمين ميتابوليزم والفيجن، ده دول الاتريبيوتس. وفي عندي رولز خاصه بالموفمنت رول والانفايرمنت رول اللي هو الريبلينشمنت، او الـ ان الموارد بترجع تتجدد تاني في الانفايرمنت كل قد ايه. فانا عندي الانفايرمنت رول وعندي الموفمنت رول. الانفايرمنت رول بتقول لي ان كل كام وحده زمنيه بيرجع يجدد الريسورسز اللي موجوده عنده، او كميه السكر اللي موجوده في الاول لانها بيتم استهلاكها. فمعلومه ايوه، هو هنا ذاكرها برضو 2700 تقريبا بالظبط، فدي مع الوقت بيرجع يعيدها مره ثانيه او يعملها ريبلانسمنت. والموفمنت رول، فيبقى انا في البيز موديل بتاعي كان عندي تو كاركترستكس او تو اتريبيوتس وعندي تو رولز. دلوقتي ادي اول رول هنزوده، يعني جزء السكشوال ريبرودكشن في جزء خاص بالاتريبيوت زي الانيشال اندومنت، وقلنا بيتحدد ازاي انه انا كطفل بيتولد فهو لازم يبقى له انيشال اندومنت والا هيموت. طب الانيشال اندومنت الطبيعي ان اي طفل في الدنيا الاكل المبدئي بتاعه او الغذاء المبدئي بتاعه بيجي من الاب والام، ان هم اللي بيوفروا له ده، فهو افترض انه هياخد نص الانيشال اندومنت بتاع ابوه ونص الانيشال اندومنت بتاع امه. فده خلاص، دي كاركترستيك جديده او دي اتريبيوت جديده اتحطت. لكن يهمني هنا الرول، لو انا هتكلم على ان انا هدخل سيكشوال ريبرودكشن، يبقى في اتريبيوتس جديده هتضاف، لكن في كمان رولز جديده هتضاف. فهنا الايجنت سكس رول ده الرول اللي بيقول لي على اي اساس عمليه التزاوج دي بتتم، او ايه الرولز اللي بتخضع عمليه السكشوال ريبرودكشن. اتفضل. اول حاجه بيتم اختيار نيبرنج ايجنت راندوملي. بعد كده لو النيبر فيرتايل عند ذا اوبوزيت سكس and at least one of the agents has an embryo neighboring site ساعتها ال child is born. بعد كده بيريبيت ده بقى لكل النيبرز اللي عندي، وبيقول ان ال sex of each child بيكون random، وبيكون ال genetic makeup بتاعه بيتحدد بناء على مندل rules كنا خدناها زمان خالص في الأحياء تقريبا، اللي هو
اللي هو consider only metabolism and vision، ان هو يعني بيعمل combination من الازواج اللي عند البيرنتس بس، فبيطلع لي 4 توليفات مختلفه من كل واحد فيهم. بعد كده بيقول ان يعني التركيب الجيني بيكون هيتروجينيوس زي ما احنا شفناه ورا، لكن لا ثانيه معلش، الاتريبيوتس هي اللي بتكون هيتروجينيوس، اللي هي السمات الجينيه بتختلف من واحد للتاني، لكن التركيب الجيني نفسه بيبقى هوموجينيوس لان هو بيتكون من الام والاس. لا، هنا الهوموجينيوس with regard to the behavioral rules، يعني كلهم بيقطعوا نفس الرولز يا فيروز، هم هيتروجينيوس في الخصائص لكن هوموجينيوس في الرولز، ودي فكره مهمه قوي، انه هيتروجينيوس في الخصائص معناها ان احنا مولودين بخصائص مختلفه، سواء جينيتيك اتريبيوت او جينيتيك كاركترستكس او انفايرمنتال اتريبيوتس، اللي هي زي مثلا اللوكيشن بتاعي هيبقى فين، البوزيشن بتاعي، الشوجر اكيوميليشن، فدي حاجات كلها احنا فيها مختلفين عن بعض، كل واحد بيتولد باتريبيوتس مختلفه عن الثاني، فهو عمل سيميوليشن للهيتروجينيتي في الارتفيشال سوسايتي، الهيتروجينيتي ان ذا ريال سوسايتي، عمل لها سيميوليشن في الارتفيشال سوسايتي عن طريق ان هو عمل هيتروجينيوس فاليوز اوف اتريبيوتس، لكن الهوموجينيتي هنا مثل الاتريبيوتس، الهوموجينيتي هنا في الرولز، يعني ايه؟ يعني كلهم بيخضعوا لنفس الرولز اللي بتحكم البيهيفير بتاعهم، اللي هم التو رولز اللي احنا اتكلمنا عنهم، الميتابوليزم رول والانفايرمنت رول، او اللي هو اللوكيشن، يعني ازاي الاندومنت والكلام ده. فهي فكره، لكن مش قصده هنا التركيب الجيني صح؟ لا مش قصده التركيب الجيني. تمام، استغربت برضه. تمام، هم هوموجينيوس رولز معناها بيخضعوا كلهم لنفس الرولز، يعني مش واحد بيخضع لرول معينه والتاني بيخضع لرول اخرى، لا كلهم بيخضعوا لنفس الرول. تمام. بعد كده بيشرح الثيري بتاعت الايفوليوشن برود تو لايف. في الاول خالص بيبقى عندنا ايكوال نمبرز اوف ريد اند بلو ايجنتس، لكن بمرور الوقت بيبقى في ترند توورد مور ريد ايجنتس. بعد كده بيقول ان التطور بيحدث because of the fertility advantage, high vision yields more sugar income which begets more children. بعد كده الجيناتيك كاركترستكس اللي هي الفيجن والميتابوليزم بتأفكت قدرات الايجنتس ان هم يبقوا على الحياه، وبنقول في الاخر ان اللو فيجن والهاي ميتابوليزم ميكس السرفايفل مور ديفيكولت. طيب احنا في الليكتشر اللي فاتت اتكلمنا على السرفايفل فور ذا فيتست، وقلنا انه في الانفايرمنت دي اللي معرفه برولز معينه او اللي بيحكمها رولز معينه كان السرفايفل للناس اللي الفيجن بتاعتهم عاليه، وبالتالي بيقدر يشوف اكتر لمسافات ابعد، والميتابوليزم بتاعهم قليل، وبالتالي ما بيحرقش سكر كتير مع الحركه، وبالتالي يقدر يتحرك بشكل اسهل. حلو. طب لما زودنا السكشوال ريبرودكشن رول فاصبح عندي عنصر ثالث في السرفايفل، فكره الفيرتيليتي، لان انا هنا لو عندي فيرتيليتي ريت اعلى هيبتدي فرصتي في ان انا اتجوز واخلف هتكون اكتر، ففرصتي في ان انا انقل الاتريبيوتس بتاعتي للاوف سبرينج او للجيل اللي جاي النشء الجديد هتكون اكبر، وبالتالي الجينز بتاعتي اللي هي الهاي فيجن بقى والكلام ده كله هيستمر بشكل اكتر في المستقبل. تمام. بعد كده بنتكلم على الناتشر والنوتشر اللي هي زي جيناتيك افكت اوف انهيرتنس. بنبدأ في الأول بألاو الأجنس to pass their accumulated holdings of sugar onto their offspring when they die لما يموتوا. بعد كده permit inheritance. Formally this involves defining a new rule of agent-agent parent-child interaction
ان وان عندي الايجنت انهيرتنس رول، لما الايجنت دايز its wealth is equally divided among all its living children، اللي هي بتتوزع على كل الأطفال اللي عندها. بعد كده بيقول بيسأل سؤالين: how does this social convention affect biological evolution؟ what happens to the trajectories of average metabolism and average vision over time؟ بيقول بقى in the case of vision بيكون الانهيرتنس ريتارد سيليكشن، بيتأخر في ان هو يختار، وبيبقى عندنا فرصة للايجنتس اللي هو كان ممكن يستبعدهم بياخدوا فرصة ان هم يعني في ان هم يكون ليهم ورث تاني. بس however it doesn't seem that inheritance has a comparable effect on metabolism. حلو. يعني تأثير لما دخلنا الرول الجديدة بتاعت السكشوال ريبرودكشن، فبقى عندي بعد جديد زي ما قلت لكم، هو بعد الانهيرتنس. طيب لو انا سمحت بموضوع الانهيرتنس ده، مش بس في الجيناتيك كاركترستكس، لكن كمان في الويلث اللي هي الجزء بقى الفاريبل. لو تفتكروا المرة اللي فاتت لما ياسمين كانت بتتكلم، كلنا عندي فيكسد بروبرتيز او فيكسد اتريبيوتس اللي هي الفيجن والميتابوليزم، لان دول نفس الريتس اللي الشخص بيتولد بيهم بيكمل بيه. جميل، دي الفيكسد. لكن كمان عنده فيريبل اتريبيوتس اللي هم الجزء الخاص بالويلث، لان دي بتتحرك مع الزمن. هو يا اما الويلث بتاعه بيزيد بياكيوميليت ويلث اوف شوجر، يا اما الويلث بتاعه بيقل لحد ما يموت. ده كان بافتراض ان الايجنت ما بيموتش الا لما الشوجر عنده بيبقى زيرو، صح؟ هنا بدا يقول لا، الايجنت بقى له ايج، بقى له عمر، ولازم يحط العمر لانه هو عامل فيرتيليتي ايج. يعني في عمر معين للايجنت، وعند عمر يعني مثلا من 18 سنه ل 45 سنه ده سن الانجاب. طيب يبقى اذا لازم احط ايج، يعني لازم في هنا بروبرتي جديده دخلت هي الايجنت ايج. فطالما في ايج يبقى لازم هيموت حتى لو كان لسه عنده شوجر. ده تعديل جديد في الماضي. المره اللي فاتت كان لا، كان ما بيموتش الا لما الشوجر بتاعه يوصل لصفر. دلوقتي هو بيموت حتى لو عنده ويلز، بس لما بيوصل لايدج معينه بيموت. فقال لك طيب كده كده الاوف سبرينج كان بينهرت الجيناتيك كاركترستكس بتاعه الاب والام، لكن دلوقتي هندخل بقى انهرتنس تاني اللي هو انه لما الاب او الام يموت، الاكيوميوليشن اوف ويلث او الاكيوميوليشن اوف شوجر اللي موجود عنده هيروح على طول من نصيب كل اطفاله بالتساوي، لان ممكن يبقى مخلف اكتر من مره، فهيتقسم على الاولاد بتوعه. فهنا بيسال هل السوشيال كونفنشن ده، او هل العادات والتقاليد الاجتماعيه الخاصه بالانهيرتنس او توريث الابناء الثروه، هل ده هياثر على الكاركترستكس اللي هي الفيجن والميتابوليزم ولا لا؟ فقال لك في الكيس بتاعت الفيجن واضحه، لانه لما الطفل بيورث الفيجن بتاعت ابوه، فطبعا لو ابوه او امه الفيجن بتاعتهم عاليه، فهو هيطلع هو كمان الفيجن بتاعته عاليه، لانه بياخد الافريج ما بين الاثنين، وبالتالي احتماليه انه يسرفايف اكتر. لكن العجيب بقى ان هو قال لك انه ده ما اثرش قوي على فكره الميتابوليزم، يعني التاثير على الجزء بتاع الفيجن كان اكبر من التاثير على الجزء بتاع الميتابوليزم. ده اللي مكتوب يعني. بعد كده نتكلم عن الكالتشر اللي هو تاني عنصر بيساعد في ده، اللي هو الكالتشر بروسيس. هنا give our agents internal states represent the culture factors and augment their behavior، وبرضو هيبقى عندي local rules for cultural interchange. Any two agents may be either similar or different culture، يعني ممكن يكونوا نفس عندهم نفس الثقافة أو مختلفين، فهل ده هيكون لي مجموعات يعني أو توليفات مختلفة من الثقافة؟ بس في حاجة اسمها cultural tags، although the distribution of genetic attributes it changes from generation to generation، the genetic makeup of any particular agent is fixed over its lifetime. بعد كده
بيشرح مثال بقى على ده، ان هو لو ال cultural string consisting of اللي هو ال 1 not وال 0 دول، وهندي عليها مثال في السلايد اللي بعدها. طيب لا، بس قبل ما ننتقل للسلايد اللي بعدها، النقطه دي مهمه قوي، ومعلش بقى اقعد اتكلم عشان انا رساله الدكتوراه بتاعتي كانت في الكالتشر، يعني انا كنت عامله اوفيشال سوسايتي بيحاكي الكالتشرال تشينج، يعني ازاي التغير الثقافي وتغيير الفكر والافكار والكلام ده بينتشر في مجتمع معين بالسيناريوز بتاعتها. فايه، فانت جيتي في ملعبي يا فيروز للاسف يعني. أردي الميكروفون لحضرتك دلوقتي. دي ما ينفعش تعدي كده يعني. دلوقتي هو قلنا في الشابتر ده زود 3 حاجات: السكشوال ريبرودكشن، الكالتشرال ترانسميشن، والكومبات رولز او الصراع. ما طالما دخل جزء ريسورسز مع جزء كالتشر وتزاوج، لازم يحصل صراع. فجزء السكشوال ريبرودكشن اتكلمنا عنه، شفنا الرول الزياده اللي حطها ايه، والاتريبيوتس الزياده ايه، وده كان تاثيره ايه على الايمرجنس، على الاوفر اول، او على الماكرو ليفل بيهيفير يعني. لكن دلوقتي عايزين نشوف الجزء بتاع الكالتشر. بالنسبه للجزء بتاع الكالتشر، في نقطه مهمه قوي هنا، انه هاو تو ريبريزنت كالتشر. يعني هو بيقول دلوقتي انا هعمل ايجنتس ليها كالتشر معينه، والكالتشر دي ممكن يبقوا تو ايجنتس سيميلر ان كالتشر او ديفرنت. طب هيعرفها ازاي هم سيميلر ولا ديفرنت؟ فهو لازم يبقى عنده سام واي تو ريبريزنت الكالتشرال فاكتورز دي او الكالتشرال ستيت. اللي انت كاتباه اللي هو الزيروز والوانز دول، عارفين عاملين زي الاسكي كود بتاع الكمبيوتر. الاسكي كود بتاع الكمبيوتر حرف الاي مثلا بيمثل ازاي؟ ب 8 ديجيتس زيروز وانز. هنا الزيروز والوانز دول مش الاسكي كود، دول عباره عن كالتشرال تريتس. يعني مثلا اللغه تاخد فاليو يا 0 يا 1 يا 2 يا 3، اللي هو لو بيتكلم عربي تبقى 0، لو بيتكلم 1 يبقى انجلش، لو بيتكلم مش عارف ايه. فيبتدي اللغه ده تريت، ده عنصر من العناصر. العنصر الثاني الديانه، العنصر الثالث العادات والتقاليد الخاصه بالجواز، العادات والتقاليد الخاصه بالخلفه، العادات والتقاليد الخاصه مش عارف ايه. فالعادات والتقاليد والامثال والموروثات وكل الكلام ده بيبتدي يحطهم زي كالتشرال تريتس، زي البيرسوناليتي تريتس بالظبط، بس دي كالتشرال تريتس. اللي هي اخد انا بقى الفاليوز دي كلها بتعرفني ثقافه الشخص، فتلاقي 0 1 0 1 0 1 0 1، فيبتدي التوليفه دي تعرفني ثقافه الشخص. فلو شخصين او تو ايجنتس عندهم نفس الفاليو في كل تريت، يبقوا هم ثقافه واحده. طيب لو عندهم فاليوز متشابهه لكن في بعض التريتس فيها تغيير، فهنا في اختلافات ثقافيه هتبتدي تبان عندي. فكل ثقافه هتمثل بمجموعه من التريتس، وكل تريت بيبتدي ياخد one value of a set of values. الست دي هتبتدي تعرفني الثقافات اللي موجودة عندي. ده زي ما قلت لكم، كل بعد بندخله على الموديل بتاعي زي السكس رول كده، السكشوال ريبرودكشن ده البعد اللي احنا دخلناه. فدخل معاه attributes زي الايدج وزي الحاجة التانية اللي اتكلمنا عنها من شوية. ايه، هاتي السلايد اللي فاتت. حاضر. فاضي. ايوه بالظبط، الانهيرتنس والايدج. دخل معاها رول خاص بالسكس رول. طب نفس القصه في الكالتشر، ايه الاتريبيوتس؟ ايه الاتريبيوتس اللي هتخش عشان تمثل الكالتشر؟ هي الكالتشر نفسها اللي هي هتاخد شكل زيروز وونز، كل ديجيت فيهم بيمثل كالتشرال تريت معين. فلو انا بمثل الثقافه ب 10 cultural traits، يبقى كل trait الفاليو اللي هتتاخد هتعرفني هو من انهي ثقافه. تمام، دي الاتريبيوت. يبقى لازم في اتريبيوت، وطالما في بعد جديد اكيد في cultural rule. فهنا زي ما قال ايه الرول اللي بيحكم السكشوال ريبرودكشن، هيبتدي يقول لي الرول اللي بيحكم الكالتشرال ترانسميشن. هنفصل علشان التايم، وهرجع على نفس اللينك بقى، هتخشوا على نفس اللينك بس نعمل واحد تاني. تمام، ماشي ماشي.